فيما يبدو أن كتائب الأسد انتهت من الغوطة الغربية بقصف ألهامها القدسية، والآن بدأت بالغوطة الشرقية، واليوم لدينا بعض المهجرين من الغوطة الشرقية. مرحبا يا عم. أهلا وسهلا. من أين أنت؟ من دير عصافير. شو جاي تعمل هون بالغوطة؟ جايين هربانين. نزل بيتك يعني؟ نزل بيتنا، ومات بنتنا، مات أولادنا، وماتوا أطفالنا. الله أكبر. هل أنتوا كم عيلة هون؟ هون شي 14 عيلة. الله يحميك يا عم، الله يحميك. طيب ما عايشين أنتوا كنتوا بحرية، شو بدكم بهالثورة؟ والله هيك بدوه بالشهر الأسد. طيب ما كنتوا قبض راتب مليح؟ لا، ولا راتب ولا غيره. عايشين فقراء نحن، رحنا على بناتنا على المعمل عم يشتغلوا، قاموا قتلوهم بالمعمل. هاي البنت استشهدت اليوم ما هيك؟ ايه، ثلاثة اشتهدوا. ثلاث بنات. الله يتقبلهم الشهداء، الله يعطيك العافية يا عم. تفضل أخي معنا. في عندنا هون والدة شهيدة استشهدت اليوم العصر 9/10/12. هون معنا هاي والدة الشهيدة. السلام عليكم يا خالي. أهلا وسهلا. الله يتقبلها من الشهداء. شلون استشهدت البنت؟ ما هي ما عالشغل، عالشغل رايحين. راح يجيبوها، يا حرام تسموين النائلين من المزرعة للبيوت المعمرين بحاروش. يا حرام تسمى البنت قاعدين هيك هي وخالاتها قاعدين هيك وما بيسم الله. الأزيفة اجت لهم، اجت على البيت وفاتت فيها بلوغي. الله أكبر. من هون نفدت منهم. الله أكبر. بأرض رحت أنا، وين هربنا؟ على شو اسمه، على الصالة. أنا أولادي كلهم. أيوة الصالة. وما في والقصب علينا، نشبنا نشب، متنا موت والقصب علينا. وين رحنا؟ رحنا على الصالي، قالوا لي رح يجيبي بنتي. ما لي عارفة بنتي ميتة، رحت بدي اشوفها يا ابن الحلال. ولا شفت شوفي. الله اكبر، الله يقبل من الشهداء. حاطين هيك، حاطين هيك، من وين عم تنزف دم؟ من وين عم تنزف دم؟ وفاتح عيونها وغازي حسنا زي ميت ميت. جبناها وجينا لهون. هذا فيه هون ما بعرف مين جابها. انا جبتها، انا جبتها، انا واحد ثاني من الجيش الحر. لا هكا من جماعتنا. ايه، للعشيرة. وجيش الحر ركبوا معانا وراحوا يعني شو جابوا البنت، انساعدونا حرام. اخذوني البنت ببيعة، بعرف ما يا الحلال، ما تشلخت حالي. شو بدك تقولي له بالشهر؟ اه، شو بدك تقولي له بالشهر؟ الله يلعن، يلعن الروح تبعه بس. الله لا يجبر مثل ما هيك، الله يرحمنا. الله لا ينزل على حيوانات، ما بشكيها لا، ما بشكيها لا، بس الله يسامحك. الله يكبر عليها، عندهم حالها. الله يتقبلهم الشهداء. في معنا هون كمان احد الجرحى اللي صوبوا جراء القصف على منطقه دير العصافير وباقي المناطق. شو صوتي انت؟ ما في صوت. قعدنا ببيت وحده، ما حسيت الا اجت القذيفه على ايدي. الله اكبر عليك. انت من اي منطقه؟ انا من عدرا. انت مهجره جاي لهون على دير العصافير هربانه من القصف؟ لاجئه. ما هيك؟ هربتي من القصف وقعتي بالقصف هون؟ ايوه. كويس. شو تقولي له هلا بالشهر بعد ما هيك صوبتي؟ الله يعطيه العافيه. لك شو عمل فيك؟ احكي له الله لا يوفقه، والله لا يهني بشبابه بكل حياته. الله اكبر. وانت يا اختي وين صوبتي كمان؟ صوبت كنت في يوم نفس المنطقة؟ كنا أنا وفقاتي وهي الشهيدة بصير خالتي. الشهيدة اللي استشهدت اليوم خالتي؟ إيه، كنا قاعدين أنا وياها صف واحد حالين من الشغل، جبنا لنا القصيفة كل واحد بديري راح. أنت من دير العصافير ولا من عدرا؟ لا، بدير عصافير أنا. الله يشفيكم يا رب، بتقبل شهيدتكم إن شاء الله.
في عندنا هون كمان الخالي هون نشوف شو. السلام عليكم يا خالي. الله معاكم. وين انت يا خالي؟ دراسة. ليش جاي لهون على الغوطة؟ بنت أبي. هاي بنت أخوك يا استشهدت؟ نعم. شلون استشهدت؟ والله قضيفة نزلت عليهم هن حالي مشتغل وجاي ونحن كنا بالصالة هون. ايه بس هاي قضيفة هدية من بشار. الله يلعن روحهم، الله يوفقه يا رب. إن شاء الله يبلى ابن حرام يشأبوه. ما كانوا يخلصوا منهم عد. الله يوفقه يا رب، جاء كلمة طلع على النبي، متى ما روح الشباب عندنا. حنانا ورحانا يهود احنا؟ يهود؟ ولا يهود يا حاج ما طلع. الله يوفر عليك، الله يوفر عليك. والله. أنا وياك بشكي لله. هذا هو الوضع في الغوطة الشرقية، يعني اليوم أكثر من 15 شهيد سقطوا في الغوطة الشرقية، ويعني المناطق اللي تعرضت للقصف اليوم المليحة، دير العصافير، زبدين، جسرين، هذه المناطق جميعها اليوم تعرضت للقصف في الغوطة الشرقية. احنا ساكنين بصايع مو ساكنين بدير عصافير.